بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رحمن يا حنان يا منان، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعلنا من المعتوقين من النار ببركة شهر القرآن. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على غض البصر وحفظ اللسان. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا سامع كل شكوى وإن خفت، ويا كاشف كل بلوة وإن عظمت، ندعوك دعاء من اشتدت إليك فاقته وانعدمت حيلته وضعفت قوته وقعد عن نصرته أهله وعشيرته. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونتوسل إليك بقدرتك التي قهرت بها جميع خلقك، أن ترحم إخواننا المستضعفين في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.